بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، عين سردون هو مدار سياحي بمدينة بني ملال في جهة بني ملال خنيفرة. تم بناء هذا المدار السياحي فوق عين مائية نابعة من أحد الجبال المشهورة في المنطقة، وتحتوي عين سردون على شلالات يصبون في نفس المجرى. وقد خضع هذا المدار السياحي لعدة عمليات ترميم للأسوار وإصلاح للسقايات ومجاري الماء وتهيئة الحدائق الكبيرة التي تمتد على أزيد من 20 كيلومتر. عين سردون تتركب من كلمتين، عين باللغة العربية تعني منبع، وأسردون بالأبازيغية وتعني باللغة العربية البغل، وبالتالي تعني عين البغل. جاءت التسمية تيمنا بتلك الحكاية التاريخية، وهي ليست أسطورة خاطئة وإنما حكاية واقعية، وهي أن رجلا من قبيلة أيت سخمان عاد من سوق المدينة مدينة بني ملال على ظهر بغله، ومر من المكان الذي توجد به عين المياه، ورأى أن التبن يخرج يخرج مع الماء من تلك العين، وخمن أن أكياس التبن ضاعت وتدحرجت أثناء نقلها من البيضر من الأعلى، حيث ينحدر الماء من الجبل، وربما التبن الذي يأتي مع الماء جزء من أكياس التبن الضائعة. ولتأكيد فرضيته طبق تجربة حيث ألقى بالتبن في نفس المكان الذي ضاعت فيه أكياس التبن في المرة السابقة، وفي اليوم التالي رأى التبن يخرج من نفس العين. وتضيف الروايات أن الرجل أغلق المنبع في الجبل بالصوف، ونزل في محاولة ابتزاز القبائل التي كانت تسكن في بني ملال مقابل إطلاق الماء، لكنهم لم يتقبلوا هذا الابتزاز، فقرروا البحث عن المكان الذي يتم منه التحكم في الماء في ماء العين. وبعدما تعرفوا على المكان، تعرض الرجل لبطش تلك القبائل، لهذا سميت العين تيمنا ببغل ذلك الرجل. تقع شلالات عين أسردون في المنطقة السهلية التي تمتد فيها مدينة بني ملال الخلابة، حيث تنساب المياه نزولا على شكل شلالات مشكلة منظرا بديعا، خصوصا أن الخضرة والأزهار تحيط بالمكان، ومع تدفق المياه يصبح الجو منعشا ولطيفا خصوصا في الصيف. ولا تنسوني بدعمكم وتشجيعاتكم، وشكرا لتفهمكم ولتتبعكم لي. تحياتي لكم محملة بالسلام والحب والنور والأفراح والخيرات والبركات والبهجة والسرور أينما كنتم.
Thank you.
Thank you.